بسم الله الرحمن الرحيم. تنظم هذه الحملة المتعلقة بتبرع بالدم من طرف الجمعيات العاملة المهنية العاملة بهذه المحكمة، وهي نادي قضاة المغرب المكتب الجهوي بأكادير، كذلك ودادية موظفي العدل وودادية قطاع موظفي العدل. وجاءت هذه المبادرة بعد تنسيق بين هذه الجمعيات من أجل تأسيس لمرحلة جديدة في العمل الجمعوي المهني، ألا وهي العمل التطوعي الإنساني الذي يعتبر فيه مختلف فاعل العدالة بهذه المحكمة فاعلون أساسيون من أجل الرقي بالعمل الاجتماعي الذي يعتبر من الأهداف التي تأسست عليها هذه الجمعيات. وبعد التنسيق مع كل من مندوبية وزارة الصحة بهذه المدينة، وكذلك مدير المستشفى الإقليمي والدكتورة فاطمة أكيوت المكلفة بمركز تحقن الدم بهذه المدينة، ارتأينا تحديد هذا اليوم بحول الله لإتمام هذه الحملة التي ستعتبر إن شاء الله انطلاقة لمجموعة من الحملات في قادم الأيام بحول الله.